هاي أنا ميكال. بتذكر وأنا وصغيرة لما كان يصير شوب بالمدرسة كنت أتخيل أنينة مي باردة وأحلم باللحظة اللي بوصل فيها على البيت حتى أشرب مي. العطش صعب ونحن كبشر منعاني من أنواع مختلفة من العطش، عطش للحب والقبول، عطش للاهتمام، عطش لإنجاز أمور مهمة. كرمال هيك ياما منفوت بعلاقات غلط أو علاقات بتهدمنا بدل ما تبنينا، ياما منصرف مصرياتنا على تياب من ماركات غالية أو سيارات أو تليفونات أجد نوع. عطشنا مرات كتير بخلينا ناخد مواقف منندم عليها بالمستقبل. مرة المسيح تقابل عند البير مع مرأة كان عندها حالة عطش مثلي ومثلك، ودار بيناتهم حديث وقال لها يسوع حقيقة جوهرية، قال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه أنا يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. يسوع اختار الكلمات الصحيحة تقولها لها الست لأنه كان عندها عدة أزواج بالماضي. من الواضح أنها كانت عم بتفتش على شيء يرويها بهالعلاقات الفاشلة اللي قطعت بحياتها. يمكن أنت حاسس حالك بذات الموقف، عم تركض وراء أمور ما بترويك، والمسيح اليوم بقلك من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. الحقيقة أنه قلبك وقلبي مصمم بشكل ما في شيء بيرويه إلا الله وحده. العلاقة اللي بتلاقيها بالله هي بس بتقدر تسد الفراغ اللي جواتك، ولما قلبك يكون شبعان ساعتها بتعرف كيف تحب وكيف تتعامل مع الآخرين صح وكيف تطمح للأمور الأفضل. بتبطل تركض على أول شي بيجي بطريقك، بتصير تاخد قراراتك بحكمة. إذا كنت مليت من إنك تركض ورا نفس الأمور، اليوم اطلب من الله يسكن بقلبك ويملى الفراغ اللي بحياتك، وقرأ الكتاب المقدس يومياً. هيك بصير الله بنفسه يعلمك وبصير كلامه مثل ينبوع مي جواتك.